من الجليل الباحث في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ، أهلا بك معنا سيد صباغ. نتحدث عن هذا الإضراب العام ودخول اتحاد النقابات العمال الإسرائيلية على الخط، ما هي دلالاته وهل سيؤثر فعلا على سياسة نتنياهو والوصول ربما تسهيل الوصول إلى صفقة تبادل؟ أولا تحياتي إليك والمشاهدين جميعا. حقيقة الأمر أن إعلان السدود أو النقابات العامة بشكل قطري إعلانها الإضراب العام ليس خطوة سهلة. هذا الإضراب تم التهديد به منذ أكثر من سنة، قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، ومع ذلك لم يحصل سوى اليوم. هذا يعني أن الأمور وصلت إلى حد لم يعد يطاق. لم يقرر رئيس النقابات هذا الإضراب إلا بعد أن اجتمع مع أهالي الأسرى الأحياء، وهم الذين أعطوه الشرعية على الأقل عاطفيا أن يعلن هذا الإضراب تضامنا مع أهالي الأسرى الأحياء ومن أجل استرداد هؤلاء الأسرى أحياء وليس أمواتا. ولكن طالما الاحتلال موجود وطالما هذه حملة الإبادة موجودة في قطاع غزة وأماكن أخرى، لن يعود أي أسير حي إلا بالمفاوضات وعملية تبادل الأسرى. هذه حقيقة أصبح يعرفها الفلسطيني والإسرائيلي والأمريكي، وكل من يعتقد خاصة نتنياهو أن الأسرى لا يمكن إعادتهم إلا بمزيد من القوة، يخرج بنتيجة واضحة أن القوة التي تستخدم ضد المقاومة الفلسطينية تقتل الأسرى، وهؤلاء الأسرى قتلوا كما قتل غيرهم عشرات الأسرى الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي، أو تسببت إسرائيل بمقتلهم بسبب هذا القصف غير المباشر. إذن مسألة الأسرى لا تحل إلا بالتبادل ولا تحل إلا بالتفاوض وبصفقة، ولكن بنيامين نتنياهو منذ أشهر أصبح واضحا للإسرائيليين على الأقل المعارضة الإسرائيلية أنه لا يريد الأسرى، وهو يستخدم ورقة الأسرى من أجل الاستمرار في الحرب، حرب الإبادة. ولكنه لم يتعرض من قبل إلى هذا الضغط الاقتصادي، هل فعلا سيشكل هذا الضغط عامل ربما ليرضخ نتنياهو، يترك التعنت ويتوجه نحو مفاوضات جدية من جانبه وصفقة؟ أنا في اعتقادي أنه هذا الإضراب كان يمكن أن يكون بداية لضغط شعبي واسع، ولكن تنفيس هذا الإضراب وسط محكمة العمل وقطع هذا الإضراب سيشكل ضربة للنقابات، وعدد كبير من السلطات المحلية لم تدعن لهذا الإضراب، لم تشارك في هذا الإضراب، وبالتالي أيضا سيشكل ضربة للنقابات وفي مصلحة نتنياهو. في الوقت الحاضر ما تزال المحاكم يعني إلى حد ما تتجاوب مع مطالب الجمهور ووفق القانون طبعا، ولكن إذا حصل الانقلاب على القضاء، وهذا ما أرادته حكومة نتنياهو قبل 7 أكتوبر وما تزال تريده، إذا حصل هذا الانقلاب على القضاء لن يكون القضاء في صالح الجمهور، سيكون في صالح الحكومة أكثر مما هو الآن. لذلك المستقبل لصالح نتنياهو، المستقبل لصالح نتنياهو إذا بقي الأمر على ما هو عليه، ولكن إذا تطور هذا الإضراب فعلا وتحولت هذه المظاهرات من مظاهرات عشرات الآلاف ومئات الآلاف إلى مئات آلاف كبيرة فعلا ومثابرة يوميا، لابد أن يتأثر نتنياهو. ولكن والمرة أخرى، ولكن نتنياهو وحكومة نتنياهو يسيرون في طريق نحو الفاشية، نحو الدكتاتورية، نحو تحقيق أهدافهم رغما عن الجمهور، رغما ما يقول المواطن. لذلك متوقع أيضا أن يقوم نتنياهو وحكومته الموحدة، وهي موحدة فعلا يمين صافي ويمين متدين، يمين لا علاقة له لا بالليبرالية ولا بحقوق الإنسان ولا بحقوق المواطنين، هذا اليمين يمكن أن يتخذ خطوات في حالة طوارئ، يتخذ خطوات غير عادية لقمع المتظاهرين. وعلى ما يبدو تغيير المفوض العام للشرطة
يعني يتحول من مفوض عام مستقل إلى مفوض عام يتبع أقوال وأوامر وزير الأمن القومي بن غفير. هذا التحول يمكن أن نشهد له تبعات في الشارع في العلاقة بين الشرطة والمتظاهرين، ولكن الأيام القادمة ستقول ما هي العلاقة بين الشرطة والمتظاهرين. طيب وأتحدث عن متظاهرين يهود وليس عن العرب. طيب هل سيذهب الاستدروت إلى خطوات تصعيدية أخرى أم سيكتفي بهذا الإضراب؟ في تقديري أنه في الوقت الحاضر سيكتفي بهذا الإضراب ويلوح بإضرابات قادمة. ليس سهلا على رئيس النقابات، وهو أيضا عضو مركز في الليكود، وليس عضو في حزب معارض، هو عضو مركز في الليكود. ليس سهلا عليه أن يستمر في الإضراب أو أن يتخذ إضراب خطوة جديدة تصعيدية إلا إذا بلغ السيل الزبا ولم يستطع بعد مقاومة ذلك. هذا مرتبط بالحراك الشعبي، مرتبط بمدى الشعور بالخطر في العلاقة بين الجمهور المتظاهر وبين الحكومة أو الشرطة. نعم، شكرا جزيلا لك الباحث في شان الإسرائيلي أليف صباغ، كنت معنا من الجليل، أشكرك.